شهد سوق الفليج المركزي للأسماك في ولاية بركاء بداية الأسبوع الجاري انخفاضاً في أسعار بعض الأسماك مقارنة بالأسبوع الفائت في ظل الوفرة في المعروض التي سجلها السوق نتيجة الظروف المناخية المتميزة التي توفر للصيادين أجواء مثالية لارتياد البحر والعودة بصيد وفير. وقد أوضحت الإحصائيات بأن السوق شهد خلال العام الفائت بيع 3432 طنا من الأسماك بقيمة تجاوزت 3,600,000 ريال عماني.